في موكب جيش الغالبين. رؤيا 7:14. الذين غسلوا وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. كاتب الترنيمة الصديق العزيز الدكتور المهندس وفيق صمويل وهبي يقول: في يوم الأحد 5 يوليو 1970 أعانني الرب بنعمته كي أطيعه في أمر أراده، ولما أطعت حقق الرب وعده الكريم ففاض في قلبي بروحه القدوس ساكبا فيه حبه العجيب مع فرح عظيم ومجيد. وخرجت من بيت إيل حيث كنا شبابا وعائلات في مؤتمر روحي هناك، وظللت أسير في الشارع الرئيسي وأنا أصلي بكلمات غير منطوقة وأسبح اسم الرب، وفجأة وجدت صلاتي تصير لحنا، فبدأت أردده وأنا أسير بحماسة الابتهاج، وكان إيقاع اللحن يواكب خطوتي وأنا أسير كمان يسير في موكب انتصار عظيم. وكانت نغماته تتكلم إلى نفسي بكلمات لا ينطق بها. بدأ اللحن كأنه يتكلم من ذاته ويوحي بمعاني النصرة ويأتي بكلمات الغلبة، وشعرت كأنني أسير لا في ذلك الشارع الذي كنت أسير فيه، بل أسير مع الرب في موكب تسير فيه جموع جيش المؤمنين الغالبين، والذي في نعمته ومحبته يعطينا نحن الغلبة أيضا ويحسب نصرته نصرا لنا، حتى أننا نقول واثقين: شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، بل ويقودنا في موكب نصرته كل حين. كورنثوس الثانية 2:14. وهكذا نفرح وهكذا نشدو وهكذا ننشد وهكذا نهتف ونحن نمشي خلفه في موكب جيش الغالبين، موكب الذين غسلوا وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. نعم آمين. في موكب جيش الغالبين. وعندما
في الجحيم نصيبي هناك، إلا أنني نلت نعمة حسبت لي بالرزاق. في موكبي جيش الغالبين سوف أسير يا يسوع، يا فاتحا أبواب الخلود، يا حياة المؤمنين، حيث عرشك الأبيض العظيم كم سيحلو لنا الجلوس، حيث نرفع لك شكرنا يا مخلص النفوس. صوتك الحنون يحكي لنا سرك الحنون.